جوج مناطق ما فيهاش التعليم كيما كيقولوا قطاع غزه وكنعرف واش كاين والمغرب. انا عندي 700,000 مغربي يعني في اسرائيل انا كذوب. هذوك خصهم يتحيد لهم الجنسيه المغربيه. هاياك هادو خصهم يتحمد لهم الجنسيه المغربيه وخصهم يتحاكموا. علاش؟ بالقانون المغربي والدستور المغربي. المغاربه ما كيتجمعوا حتى على حاجه. ما كاينش الاجماع على اي حاجه. اي حاجه ما كاينش الاجماع عليها. الا شيء واحد كاين اجماع عليه هي فلسطين. طار فساد كبير باعتقاد ديال قياديين قياديين في الاصاله والمعاصره. اللي الوزير ديالهم هو وزير العدل. هو اللي كيعرف المغاربه التقاشر اش كيلبسوا. هذا وزير التقاشر. وتبع العرض ما تعرف لي التقاش اش كنلبس شو القياديين ديالك اش كيديروا. الا كان شي واحد رابح من هاد الاضرابات رابح من هاد الاضرابات هي الدوله. فاش رابحه؟ انا كنقول كون كان الحكومه تحترم نفسها تقدم استقالتها امام هاد الازمه. بيصير ازمه خانقه ما عمرها كانت تديرها ازمه تاريخيه بالمعنى الحقيقي. زعيم الحزب الاشتراكي الموحد خلف نبيلة منيب جمال العسري هو المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهو عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم. هو ضيفنا لهذه الحلقة. مع جمال العسري نلامس محورين: غزة والتطورات الحرب ضد إسرائيل، ثم في مرحلة ثانية نناقش مع العسري أزمة التعليم. سي جمال مرحبا بك. اهلا سي حميد وسعيد بنكون متواجد معك في هذا البرنامج. بارك الله فيك ومره اخرى ربي يخليك وشكرا النهار اللي وليتي امين. شكرا اسماء الثانيه ديالك وشكرا جزيلا ونحترمك وعبرك انا نحترم كل الصحفيين الجادين في المغرب. الله يحفظك سي جمال. شكرا بلا حدود. نبداو اولا قبل ما نقولوا اي كلمه نتقدم باحر التعازي باسمنا وباسم المتبعات والمتبعين للموقع وطاقم الموقع. كنتقدم لكم احر التعازي في وفاه سي ابراهيم ياسين. ابراهيم ياسين للجمهور هو واحد من اطر الحزب ومؤسسي حركه 23 مارس والمنظمه ديال منظمه العمل الديمقراطي الشعبي. ايوا المرحوم ابراهيم ياسين عزاؤنا واحد بألم كبير وحزن شديد وبألم يعتصر القلوب ننعيه في الحزب الاشتراكي الموحد، واحد من رجالات الحزب ومن القيادات الوطنية ومن القامات ديال اليسار المغربي. الرفيق إبراهيم ياسين واحد من المؤسسين ديال حركة 23 مارس ومؤسسين منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وقياداتها، وكذلك يمكن نقول واحد من المهندسين والمفكرين ديال الاندماج الاول ديال المنظمه مع ثلاثه ديال الفصائل اللي كونت اليسار الاشتراكي الموحد، ثم الاندماج الثاني اللي وصلنا للحزب الاشتراكي الموحد. وهو بدون ادنى شك واحد من المنظرين وكبار المفكرين ديال الحزب، وماشي منظر فقط، كان يجمع ما بين التنظير والفعل السياسي الميداني. والجميل والغريب في الرفيق ابراهيم ياسين دائما القياده الرئاسة كانت تمد له وتمد لها يده من أجل أن يكون أمينا عاما للحزب، وهو دائما كان يتهرب ولا يحب أن يكون هذا. هو قائد من القيادات الكبرى والقامات الكبرى للحزب. كل كيغلق التليفون ديالو دائما كيطفي التليفون اللحظة اللي كيعرف كاين إجماع عليه باش يترأس وباش يتزعم كيطفي. علاش ما كانش كيبغي دائما كانت عليه الإجماعات من أجل أن يكون هو القائد. علاش ما كيبغيش يقود الحزب؟ كان يرى نفسه أنه يكون في الخلف أكثر أحسن مما يكون في الأمام رحمه الله. وهو كيعطينا القدوة بالنسبة لنا احنا في الحزب الاشتراكي الموحد، وكذلك كل يساريين كيعطينا القدوة ديال اليساري كيفاش. والله يرحمه رحمه الله يرحمه وعزاؤنا كل يساريين وعزاؤنا واحد في المرحوم إبراهيم ياسين. الموت هو الحقيقة الواحدة في الحياة. نمشيو غدا إن شاء الله عندكم مسيرة. نهار الأحد إن شاء الله. غدا الأحد إن شاء الله عندكم مسيرة على فلسطين. ياك. أولا مسيرة وطنية. مسيرة وطنية وغتكون هذه هي المسيرة الثالثة اللي دعت للجبهة المغربية لدعم فلسطين. كان مباشرة بعد حرب الإبادة والتدمير الذي يتعرض لها فلسطين شعبا وأرضا. وبعد هذه الحرب الاجراميه وحرب ضد الانسان، والان اللي كنشوفوا الالاف ديال الشهداء اكثر من نصفهم اطفال، اللي بلغ الان الشهداء 20,000.
أن بعد المسيرة المليونية الأولى ديال مدينة الرباط، ثم المسيرة المليونية الثانية ديال مدينة الدار البيضاء، الآن نتمناها مسيرة مليونية أخرى بمدينة الرباط، وهذه المرة تكون تحت شعارين. الشعار الأول أوقفوا حرب الإبادة، والشعار الثاني أوقفوا التطبيع. خاصة أن والبارحة نهار 22 عشنا الذكرى النكسة المغربية أو النكبة المغربية، الذكرى الأليمة ديال توقيع معاهدة التطبيع. هذه المعاهدة التي نعتبرها نحن خطيئة ارتكبتها الحكومة السابقة في شخص رئيس حكومتها، نعتبر هذه الخطيئة لا يمكن إصلاحها إلا بثلاث لاءات: لا للتطبيع، لا لمكتب الاتصال الصهيوني بمدينة الرباط، لا لوجود أي ممثل للكيان الصهيوني تحت أي لون كيفما كان ببلدنا الحبيب. فلا يمكن أن نقبل بيننا من تقطر يده بدماء نسائنا وأطفالنا وأبنائنا ورجالنا وشيوخنا في فلسطين. لا يمكن أن نقبل بأي كائن كان مشارك في هذا التدمير، الحرب الهمجية التي لم تعرف البشرية مثيلا لها. الآن عدد القنابل التي قصفت بها غزة تتجاوز في ظرف 75 يوم تتجاوز عدد القنابل التي قصفت بها برلين وألمانيا في عهد النازية. بعض يقول بأن إسرائيل، وغرج على النقاش، هي في حالة دفاع عن النفس، وهي دولة جالسة آمنة مستقرة، وفجأة غارت أو لهجموا عليها يعني الناس ديال فلسطين، وقتلوا اللي قتلوا وشدوا اللي شدوا. فمن حق هذه الدولة تدافع على راسها ضد واحد منظمة إرهابية حسب وصف العدد. كيفاش كتردوا نتوما في الجبهة على هذا النوع من أول حاجة؟ احنا في الجبهة أبدا لن نسميها إسرائيل. أولا بالنسبة لنا هي كيان صهيوني. شو الفرق؟ أنها كيان صهيوني. عندما نقول دولة إسرائيل فكأننا نعترف بها دولة، ونحن لا نعترف بهذا الكيان، لأن كيان مختصر يعود في الأمم المتحدة. العديد من الكيانات والعديد من الأشياء تعترفت بها الأمم المتحدة، ونحن نعرف من يسير الأمم المتحدة. الأمم المتحدة اليوم هي الأربعة أيام، وهي كل شعوب العالم ودول العالم باغية تنتظر الخروج ديال البيان ديال إدانة من مجلس الأمن. هو كل يوم كيتأجل هذا البيان بمن؟ بالشريكة في القتل وشريكة في عملية القتل وعملية تدمير الحرب، تدمير الحرب الإبادة، اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. راه نبدا المشروع ديال القرار من نبدا نهار 2 هو كيتأجل، تأجل وتأجل وتأجل، احنا باقين كنتظروا خروج ديال القرار. أما اللي كيبغي يقول بأنه هذا الكيان الصهيوني يدافع عن نفسه، فكأنه يخفي كل الحقيقة، كل الحقيقة، وليس وينظر إلى جزء بسيط بسيط جدا من الحقيقة. الأوروبيين والمفكرين الذين عادوا إلى أنفسهم يقولون، مش احنا كنقولوا هذا الأوروبيين كيقولوها، كيقول لك ما حدث في 7 أكتوبر لا يجب أن ننظر إليه في نهر 7 أكتوبر، يجب أن ننظر إليه 75 سنة. ما الذي حدث 75 سنة السي حميد وما كيقتلوا لك ولادك، 75 سنة وما كيقتلوا لك أبائك، 75 سنة وما مجرين عليك من دارك، 75 سنة وما يحرقوا أشجارك وما يدمروا بيوتك وما يدمروا كل شيء. كل القوانين العالمية اللي تحدثت عليها السي حميد، كل القوانين الدولية كتقول بأن من حق من احتلت أرضه ومن احتلت مقدساته ومن انتهكت حرمته من حقه أن يدافع عن نفسه. الآن الشعب الفلسطيني عندما يدافع عن نفسه، وهذا كل شيء، كل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية والعالمية والسماوية والإنسانية تعطي لمن انتهكت أرضه الحق في الدفاع عن نفسه، إلا واحد اللي ما كانت تعطالوش الحق دياله. شكون هو؟ هو الشعب الفلسطيني. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني صنع في هذه المنطقة ويحميه الكيان الآخر الإمبريالي، الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية. كل ما كنشوفه نهار اللي وقعت، شنو وقعت في أوكرانيا؟ قامت الدنيا وتم اتهام روسيا بكل الاتهامات، وتم محاصرتها وتم. والآن حدا فلسطين يوميا هذه الجرائم، يوميا 75 سنة
الان اللي كنقولوا هادشي اللي وقع في قطاع غزه والضفه الغربيه شاركت في شي حاجه؟ وما الذي يحدث في الضفه الغربيه الان؟ في نابلس وفي القدس وفي الخليل في كل مدن رام الله كل المدن ديال الضفه الغربيه. انا جات هي الاخرى من القصف ومن الاعتقادات ومن التدمير وغيرها. هذه التبريرات هي صاحب هذه التبريرات لا يستطيع ان يقنع نفسه، لا يستطيع ان يقول هذه التبريرات وينظر في المراه ويرى نفسه، لانه هو يدري ويعلم ان هذه التبريرات لن تقف على الارض. فبالتالي نحن في الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه التطبيع حملنا شعار هو دعم فلسطين والوقوف مع هذا الشعب الابي البطل الذي يعيش تحت الاحتلال وتحت كل انواع الميز. البعض يقول بانكم اصبحتم رهينه لتوجه او لتيار يعني ديني، اسمح لي نقولها لك، يعني انا وجهه نظر كنقول لك، وبانكم يعني انتم اليوم مسلوبين وان الاولى بنضالاتكم هي بلادكم والداخل، فلسطين عندها مواليها، وشو ربحنا من هذا فلسطين تاريخيا؟ وبان الاولى بالاهتمام ديالكم هو قضايا الداخليه ديال المغرب. اليوم فلسطين شنو ربحنا منها؟ ربحنا منها عزة النفس، ربحنا منها الكرامة، ربحنا منها الدروس بأن الإرادة القوية عندما تكون هناك الإرادة القوية يمكن أن تنتصر وتحقق الانتصار. أحسن دروس في النضال وفي المقاومة هي الدروس اللي كتعطيها لنا فلسطين، هي الدروس اللي كتعطيها لنا المقاومة. هذه الدروس نستفيد منها، وكنا دوما في الشعب المغربي، الشعب المغربي كان دوما يعتبر فلسطين قضية وطنية. الشعب الفلسطيني والشعب المغربي شعباني أخوين. اليوم يمكن لك تخرج للمغرب في المسيرات ونهار الجمعة راه خرجت أكثر من 22 مدينة مغربية في مسيرات ووقفات تضامن مع الشعب الفلسطيني. والجميل في هذه الخرجات والمسيرات اللي كانت في الدار البيضاء وفي طنجة وفي الرباط وفي فاس ومكناس ومراكش وأكادير كل المدن المغربية، جميل فيها أنك تجد المغاربة بكل أطيافهم، أولا الأطفال والنساء والرجال والشباب والشيوخ، يعني كل فئات ديال المجتمع، ثم كتوجد كل فئات الإيديولوجيا، الإسلامي مع اليساري مع القومي مع الحداثي مع الليبرالي، كل التواقين إلى التحرر ينتظرون أن قضية فلسطين قضية تحرر. المغاربة ما كيتجمعوا حتى على حاجة، ما كاينش الإجماع على أي حاجة، أي حاجة ما كاينش الإجماع عليها، إلا شيء واحد كاين إجماع عليه هي فلسطين. فلسطين كاين إجماع، حتى الملكية نقدر نقول ما كاينش إجماع عليها. لا كاين إجماع كبير. فرق بين كاين إجماع كبير وكاين إجماع كلي، قضية فلسطين إجماع عليها. ما كاينش إجماع كاين كلنا إسرائيليين. فينا هما؟ كلنا. فينا هما؟ قالوا كلنا. فينا هما؟ كلنا. فينا واحد الصوت منذ الآن فينا هو؟ وريه لي. اختفى هذا الصوت. اختفى هذا الصوت مع اختفائي وهروب. وهروب ممثلي الكيان الصهيوني من مدينه الرباط من مكتبهم، فينا هو؟ وريني دابا الان من 7 اكتوبر وريني شي صوت واحد. قال كلنا اسرائيل. ما عندهم حتى شي اساس. وريه لي ها هو، وريهنا، ها الشعب المغربي كيخرج. ها غدا عاد شوف. علاش ما داروش ما يديروش شي مسيره هما؟ لان ما كاينينش. وكيفاش؟ لان ما كاينينش. لان مش كاينه في العالم الافتراضي، ما كاينينش لان الشعب المغربي الاصيل الحقيقي هو الشعب الذي وضع حليب فلسطين ويعتبر فلسطين قضية وطنية. شنو ربحنا السي جمال من إذا قلت لك يعني بمنتهى المسؤولية طبعا ماشي كان شنو ربحنا احنا من استئناف العلاقات مع ما نقولش تطبيع لا شيء في المغرب؟ ما ربحنا حتى حاجة. شنو ربحنا؟ حتى اللي قالوا لنا بأن الربح مالي واقتصادي، حنا في الأول قلنا لهم كحزب اشتراكي موحد وكجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، قلنا لهم خذوا الدروس وخذوا العبر وانظروا الى دول وقعت الاتفاقيات قبل منا وقيل لها انكم ستخرج هذه الدول ستخرج من جحيم الفقر الى جنه الرفاهيه الاقتصاديه. مصر شحال من عام وهي داخله في التطبيع؟ تقريبا 5 ديال العقود من اواخر سبعينيات القرن الماضي منذ وقعت اتفاقيه كامب ديفيد انوار السادات. خرجت هذه الاتفاقيه عاد بقى عايشه على المساعدات وعلى التسول على الامريكان. نفعت هذه الاتفاقية الأردن التي وقعت اتفاقية واد العربة
قبل منا. وقيل ان الاردن بتوقيع هذه الاتفاقيه الساهيه تخرج الى جنه الاستثمارات وجنه كذا. باقي الدولتين معا اللي وقعوا هاد اتفاقيه التطبيع مشاو بعيد فيها، اثبت التاريخ واثبت الواقع الماضي والواقع والحاضر انهم لم يستفيدوا من هذا الا الرماد، كانت وبالا عليهم. ولهذا قلنا للمسؤولين المغاربه والدوله المغربيه ان ما يمكن يجي من الكيان الصهيوني الا الدمار والا الخراب. ما يمكن نستافدوا من التشعب معهم مره، شحال يربحوا منهم؟ ما الذي سنربح من دوله منبوده؟ ولكن خليني من كيان منبود. أنا خليني سي جمال نهضر معك انا بلسان رسمي، ماشي مشكل. انا لا امثل طبعا صحفي، ولكن من حقك الوجه الاخر بلسان الدوله ولا كما كيقولوا نديروا لحامي الشيطان لا بوكا الشيطان ولا ماشي مشكل. الصحافه راك تعرف يعني انا عندي 700,000 مغربي يعني في اسرائيل. انا كدول هذوك خصهم يتحيد لهم الجنسيه المغربيه، هيه هادو خصهم يتحمد لهم الجنسيه المغربيه وخصهم يتحاكموا. علاش؟ بالقانون المغربي والدستور المغربي. علاش؟ الدستور المغربي يمنع على اي مغربي ان ينضم الى جيش دوله اخرى وان يقاتل في دوله اخرى، يمنع عليه وان يحمل السلاح في دوله اخرى. المغاربه مجموعه ديال المغاربه راه باقي الان في المعتقلات لانهم انضموا للقاعده واحد الوقيته، انضموا للقاعده ولا انضموا لهاد داعش ولا مشاو هما تحاكموا. وشحال دوزوا لنا حاكم 20 عام 30 عام لانهم حملوا السلاح في تنظيمات اخرى. وحنا نعتبر ان هذه المغاربه يجب جوج الحوايج: محاكمتهم مباشره بعد الدخول الى المغرب، محاكمتهم او سحب الجنسيه عنهم. لان هذوك المغاربه رغم في جيش اسرائيل، رغم في جيش ماشي اسرائيل، الجيش الكيان الصهيوني راه ما بجيش يقتلون ويحاربون. هذا دابا المغربي يجب محاكمتهم، بيان سير محاكمتهم، لانهم يقومون بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه. هذا ماشي اللي كنقولها، هذه كتقولها اتفاقيه جنيف الرابعه. واش منع بالدوائر بلادهم حتى هما كيقول لك واش مغاربه ولا ماشي مغاربه؟ كيدافعوا على اسرائيل. واش مغاربه؟ واش مغاربه؟ مغاربه. اذا الدستور المغربي اش كيقول؟ ممنوع على المغربي يمشي يحمل السلاح في دوله اخرى، ممنوع على المغربي يمشي يدير شي حاجه. هذا هادو مغاربه كيديروا هذا الشيء. واخا واضحه هذه. ثم نقطه اخرى، لو كانوا مغاربه بصح يمشيو غير مع الراي الرسمي، ياك ملكي يمشيو غير مع الراي الرسمي الملكيين، غير يديروا وسيله ضغط في الكيان الصهيوني، وسيله ضغط من اجل قيام الدوله. هاد المغاربه واش عمرهم هزوا الصوت المغربي تما كيقولوا مغاربه؟ برافو ليك، هذه اشاره مهمه. غتسمح لي سي جمال ناخذها ونوضحها اكثر لانه في غايه الاهميه. هادو مغاربه 700,000 وكثر، كيقولوا 700,000 ايه. كنتي مغربي، ما معنى مغربي؟ راه عندك قياده الملكيه مثلا، غير الملك المواقف الملكيه في الاخر يعني الا جحيد ديال الكل كانت مواقف داعمه للقضيه الفلسطينيه، لم تدن يعني المقاومه في الهجوم ديالها وكان دعم كبير وتم الادانه. علاش تاريخيا بصحة المغاربه هذه بل اكثر من ذلك، يعني ضد الاراده الملكيه بل اكثر من ذلك. اكثر المتشددين اليمين العنصر المتطرف كيقول بان نسبه كبيره ديالو من المغاربه. علاش؟ ياك كيقولوا هما ملكيين، ياك رسلوا مؤخرا رساله الى الملك، وانتم ملكيين وتبعوا غير القرارات ديال الدوله، ما تبعوش قرارات الجبهه المغربيه للدعم الفلسطيني، كتعتبروا اعداء. سمعوا القرار ديال الدوله والتوجه العام ديال الدوله وديروا ديروا واحد اللون. واحد القوس فتحته معك، ولكن لابد نكملوا معك. قلت لك قبيله غادي نهضر بلسان يعني جهه رسميه ولا الدوله. علاش كتستكثر عليا انا؟ علاش كتستكثر عليا انا كسلطه اللي عندي اكراهات؟ إكراهات متعددة داخلية، عندي الملف ديال الصحراء، وعندي واحد الجار يعني ما ينفك كأديني. أنا ما كنقولش يعني ما تيقولوش طبعا حتى على المستوى الرسمي ما كيقولش بأن استئناف العلاقات مع إسرائيل كان بغاية يعني الملف الصحراء، هذا الشيء لا يقال، ولو أنه كان بعض الأوسط هذا النوع من الخطاب، ولكن ظهرت رواية لاحقا كتقول حنا لم يكن هذا. ولكن كنقول كجهه رسميه علاش كتستكثر عليا ما نجلسش مع هاد الاسرائيل وما نهضرش معهم؟ والحال اولا هما عضو في الاسره الدوليه عن طريق الامم المتحده، الاتحاد الافريقي راه شتي شنو كان نايض فيه. هما ثانيا كيجلسوا معاهم في اتفاقيه اوسلو، يعني الناس جلسوا معاهم اتفاقيه كامب ديفيد بغض النظر على مالها. اكثر من هذا البعض كيقول لك علاش انت باغي تكون ملكي اكثر من الملك كما تقول هذه المقوله؟ يعني الفلسطينيين تيجلسوا وكينسقوا امنيا مع الاسرائيليين اللي هما اصحاب القضيه الاولى،
وبل ان رجال الشرطه والموظفين ديال في الضفه كيتخلصوا، اسرائيل كتخلص بالاجور كتخلص. وعلاش حنا اللي عندنا هذا التحدي؟ عندنا مغاربه 800,000 برا، عندنا المشكل ديال المشاكل الداخليه والخارجيه، عندنا وحنا جزء من الاسره الدوليه، وكاين كامب ديفيد وكاين التنسيق الامني، وانا كتقول لي كمغربي ما نجلسش معاهم. واش هذا ماشي نوع من، اسمح لي هذه العباره، عدميه؟ انا غير سؤال بسيط، راه كاينه اكثر من 173 دوله، علاش الجلوس مع هذه فقط؟ راه كاينه 103. انا كمغرب بالمنطق، انا ما نهضرش كاستراكي موحد وكمناهض للتطوير، انا غير بالمنطق الربح والخساره. شنو ربحنا؟ ورينا. هاد الناس يقول لك شوف انا بغيت الارقام، راه بعلاقتنا مع الكيان الصهيوني مع هذه ربحنا وزدنا شنو ربحنا؟ ما تعرفش قد يكون شي حاجه ما بينناش ولا ما بيناش، يعني ما كايناش، يعني الربح خصو الدوله تكون عندها شي حاجه اجونتها نستافد من انا ماشي كنقول لك قدرت شي حوايج انت ما بينكش. انا هما كيساهموا في الاستقرار، هما كيساهموا في، انا كشعب مغربي كشعب مغربي ما الذي استفدناه وما الذي ربحناه من هذا الشيء؟ ما ربحنا والو، بل اكثر من ذلك خسرنا بزاف، خسرنا خسارات. بحالاش مثلا؟ غير هذه العلاقات اللي زادت ازمات مع الجاره الجزائر، راه زادت بسبب هذه العلاقات. يمكن يتفق العلاقات علاقات، عرفتي فاش؟ في النظام الجزائري استغل العلاقه، النظره ديال مجموعه ديال الاحزاب الاشتراكيه وحركه التحرر، حركه التحرر ما عجبهاش هذا الامر، حركه التحرر في العالم، في العالم، وهذا ازم وضعيتنا في علاقه بوحدتنا مع مجموعه ديال مجموعه. حنا شنو المشاكل اللي وقعت في امريكا اللاتينيه؟ انا كنشوف تحركات دبلوماسيه. ملي جيتينا على القنصليات، ويكفي ان جزء من واحد المعاهده ما توقعتش نلغيوها، لان الاتفاقيه من توقعات التطبيع مقابل كذا وكذا ومقابل فتح القنصليه الامريكيه في الداخله. ها ثلاث سنين باقا ما تمتحتش، ثلاث سنين باقا ما تفتح. المفروض الاتفاق ديال المغرب كان اتفاق ثلاثي، ثلاثه الاطراف، ماشي بحال الاخرين، الكيان الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه والمغرب، كل واحد عنده التزامات. من التزامات الولايات المتحده الامريكيه فتحوا قنصليه في الداخله، فين هي؟ فين هي القنصليه في الداخله؟ الان فين هي؟ كذبوا علينا. اي ما عرفتش، انا كنقول لك فين هي؟ ثلاث سنوات الان. بوريطه خصو يجاوبنا هنا، هو اللي زاد خصو الحساب، الحساب. وملي كنقولوا لقدسو ماشي اي واحد تجلس معاه، نفتح قوس، انا كنت في الداخله في 2000، من 92 وانا في الداخله. في 2003 تم ابعادي من الداخله. علاش؟ بتهمة التعامل والتخابر مع البوليساريو. انت يا ايوه، وتطردت من العمل ديالي. شنو كنت كدير؟ كنت استاذ. كيفاش التخابر؟ شنو وسائل الاتهام؟ رجع ل 2003، ديك ال 20 استاذ اللي كانوا اللي سماهم المبعدون من الصحراء. 20 استاذ. بناء على واش؟ واش شكون عارف؟ لا واش هل وجهت بوسائل الاتهام جديه؟ فين هي؟ حاجه عشان في 2003 تم قال لك ان هناك خليه تتفاوض وتتعامل وتستق مع البوليزاريو. هذه الخليه فيها 22 رجل تعليم تم ابعادنا للتعتقل، للتطرد وللدبدب، وقال لك ها هما الابعاد وهذيك الخليه. ولكن خليني نسولك سي جمال، انت ملي كنشوفك النشاط ديالك على مستوى فلسطين كبير جدا، والدليل هو الصفه اللي كتحتلها وسط الجبهه كمنسق وطني، وملي كتفيق انت في فلسطين، علاش هاد الجهد ما كيعطيش الصحراء المغربيه؟ احنا عندنا مشكل كبير، ارضنا مزيان، ارضنا مزيان وبالورق وبالوثائق، احنا داخل، علاش ما تعطيش هاد المجهود كامل للصحراء؟ احنا داخل الحزب الاشتراكي الموحد، ومنذ تاسيس منظمه العمل الديمقراطي الشعبي والتحاقنا بالمنظمه العمل الديمقراطي الشعبي، عندنا رؤيتنا لقضيه الصحراء. اول حاجه نعتبرها قضيه وطنيه. الصحراء صحراء مغربيه. من طنجة للقويرة، من طنجة للقويرة، من طنجة للأوسرد، لأن القويرة راها من طنجة للأوسرد، من طنجة للقرقارات، لأن أنا عشت تما في الداخلة، ما كاينش القويرة، القرقارات، الحدود، من طنجة للمعبر القرقارات. هذه صحراء مغربية، كنقولوها ونؤكدوا لها، وما عندنا حتى شي مشكل، بالعكس ندافع عن رأينا، ومجموعة ديال الاجتماعات ديال التنظيمات اليسارية رفضنا أن نحضر لها، لأن نحضر لها الممثل ديال البوليزاريو، ومجموعة ديال العرائض والبيانات اليسارية الأحزاب اليسارية العربية نرفض التوقيع عليها، لأن كيوقعوا فيها إما مناصر البوليزاريو أعضاء البوليزاريو، يعني كان دافع. والقرار والموقف ديال الرفيقة نبيلة منيب اللي مشات للسويد راه كلشي عارف. فقط حنا داخل الاشتراك الموحد رؤيتنا للحل ديال الصحراء لا يتماشى مع رؤية الحل ديال الدولة.
نحن نقول حل المشكلة ديال الصحراء لا يمكن أن يكون إلا بحل شامل لأزمة الديمقراطية التي يعيشها المغرب. فكما كنقولوا بالدارجة الطاقة ما كيهرب من دار العرس. حل مشكل الصحراء وقضية الصحراء ستحل أتحل ناسا براسا فوقاش عندما يتم الديمقراطية الحقيقية. أسمح لي أنا جي حيث مهمة السؤال وأقال لك فلسطين هل تتصور حلها إذا ما كانش في إطار حل ديمقراطي المشكل ديال الإمبريالية وديال الرأسمالية؟ واش كتعتقد بأن فلسطين غتحل غير هكا بهادش إذا ما كانش؟ لأن فلسطين راه قضية إنسانية، قضية صراع طبقي دولي، قضية إمبريالية. فلسطين راه ماشي غير واحد المجموعة يهودية بغاو دولة، لا هي تعبير على قضية التحرر. قضية التحرر مزيان. هاد المعادلة علاش كتطبقها؟ اسمح لي، علاش ما ديرش الجبهة مثلا المغربية اللي دعمي الوحدة الترابية؟ علاش الجبهة المغربية اللي دعم فلسطين دير الجبهة المغربية ودخل لا سميها الجبهة المغربية اللي دعم الوحدة الترابية المغربية؟ شوف المشكل علاش نتوما ولعندو الإحسان والنهج؟ شكون اللي كاين في الجبهة نتوما ولعندو الإحسان؟ أحزاب كاين 19 هيئة، فيها 19 هيئة أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وحقوقية. لا غير اللي باين كاين عندو الإحسان، كاين الشراكي الموحد الديمقراطي في دولة اليسار، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الكونفدرالية الديمقراطية. تنظيم الأخوان ديال السي ويحمان بوحدو هو المرصد ياك؟ المرصد ماشي المرصد ومجموعة كاملة اللي فيه السلهم هذوك فيه العدالة والتنمية. عدالة ونحن علاش ما تجمعتوش بلاصة واحدة؟ لسبب بسيط جدا، حنا داخل الجبهة المغربية لحقوق الجبهة المغربية اللي دعم فلسطين ونهضة التطبيع، عندنا واحد الشروط للانضمام للجبهة. أهم هاد الشروط انك تكون رافض للتطبيع، ماشي غير رافض للتطبيع، تكون لست مع التطبيع، لم تطبع، لم تصمت على التطبيع، لم تبرر التطبيع. البي جي دي دابا هو اللي شكون وقع؟ شكون كل وقع على مالك؟ نقولك ماشي الخاطر هذيك الدوله، شكون وقع خاطر ما خاطر؟ شكون وقع هذا؟ كنقول لك لقاو التبريرات. ها حنا قلنا التبرير، حنا ما يكونش مبرر. شكون تما البي جي دي؟ وماشي كان هو الامين العام؟ لا قال لك زعما الدوله ماشي الامين العام ديال الحزب الشرع ديال العداله والتنميه يتحمل مسؤوليته. يتحمل مسؤوليته والحزب ديالي يتحمل مسؤوليته معاه. كنجيو للصحراء، قلت علاش ما درناهاش؟ لان النظره ديال الدوله ماشي هي نظرتنا. النظره ديال الدوله في وقت من الاوقات ربما تعتبر القضيه الصحراء قضيتها الخاصه بها. خليها واش اي بالكش هذا مبرر؟ انا ندخل نتقاتل مع هذه، انا ندخل نتقاتل داخل منظمه العمل الديمقراطي الشعبي واليسار الاشتراكي الموحد، واصبح لدينا صوت قوي في الصحراء، صوت قوي وحضور قوي، واصبحنا تقريبا التنظيم السياسي الاول في الصحراء، في الداخله، في بوجدور، في السماره، في العيون، وخرجنا ديك ساعات بيان العيون ديال الصحراء ديال البيان الكتله، وسمعنا الصوت ديال الصحراويين مع والالتفاف ديالهم على اليسار. والحل اللي طرحناه ماذا وقع لنا؟ وقع لنا بان اتهمنا باننا نتخابر مع البوليزاريو، وتم كاين اتهامات، وتم ابعادنا من الصحراء وطردنا من الصحراء وتلفيق اتهامات لنا. وخاصي جمال نمشيو للمحطه الثانيه، كيف ينظر جمال العسري لازمه التعليم اليوم؟ هاد نمشي معك سؤال مباشر باش نختصر لان كلشي متبع. هل يمكن اعتبار هذا الشيء اللي وقع اليوم عصيان مدني ديال الاساتذه؟ ذكرتني بشي واحد الصحفي قال بان هذا الشيء عصيان مدني، وبحال اللي كيقلب كيحرض الدوله. هذه العباره كتبقى فين من تجي شي واحد اللي هو صادق بحالك، اما تجي واحد ما لا اذا اتتك ما دمت الا لا. هذا ما يحدث ما يحدث الان في القطاع ديال التعليم ببساطه. كتجيكم شي حاجه مني انا كتقلقكم؟ اكيد انت عزيز علينا، عزيز علينا وكنقدروك. حتى العباره جاتني بصح ربما اكيد كتعرفني انا السي حميد، انا ملي كيعرفوني ماشي انا بعض المرات كنلقى راسي. لا 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 ما عرفتش النافق. المهم مزيان ما قلتي لكاش نضرب حسابي مع كلشي. المهم كنقولوا ما يقع اليوم في التعليم ببساطة شديدة هو بين الى نقولوا عصيان مدني، هو عصيان ضد الفساد، عصيان ضد الفساد، ضد الاستبداد، ضد الاستغلال. الإدارة المغربية والوزارة المغربية والمسؤولين والحكومة المغربية مع كامل الأسف، هي نهار اللي طلعت هذه الحكومة
قلنا لن يأتي منها خير، رغم أنها رفعت شعار أنها الدولة الاجتماعية. إحنا أنا ذاك في الحزب الاشتراكي الموحد قلنا لا يمكن أن تكون دولة اجتماعية في غياب الديمقراطية، ما يمكنش. هالدولة الاجتماعية اللي كتقول الدولة الاجتماعية، أول حاجة كديرها شنيا؟ كتضرب القطاعات الاجتماعية، وأبرز قطاع اجتماعي هو قطاع ديال التعليم. قطاع التعليم وانت كتقول باغي ندير الدولة الاجتماعية وباغي نوقف مع الفئات الاجتماعية المهمشة، كتضرب أكبر قطاع اجتماعي اللي هو التعليم وما كتحققلوش أدنى المطالب دياله. احنا قلنا في الأول، قلنا نهار اللي جات هاد الحكومة، قلنا الخطر 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 هو زواج السلطة والمال. زواج السلطة والمال لا يمكن أن ينتج إلا الفساد، واليوم البارح ظهر الفساد، ظهر فساد كبير باعتقال ديال قياديين، قياديين في الأصالة والمعاصرة، اللي الوزير ديالهم هو وزير العدل، هو اللي كيعرف المغاربة التقاشر كيلبسوا، هذا وزير التقاشر، وتبع عاد ما تعرف لي التقاشر كيلبس، شو القياديين ديالك كيديروا، شو قياد تعرف التقاشر ديالي وما عرفتيش قياديين معك المكتب السياسي شنو كيديروا، ورئيس ديال الجهة الان مسؤوليه. السي جمال دابا ربما نعطيك قرينه البراءه، لانه انا عدلت، انا ما قلتش قرينه البراءه في قرينه البراءه. انا كرجل تعليم، انا كرجل تعليم، واسمع لي مزيان سيدي حميد، انا كرجل تعليم كنقري في القسم، وانا باقي كنقري في القسم استاذ نيت، ملي كدير شي شبهه عليا، شبهه هذا دار هذه ولا دار هذه، اش كدير النيابه ديك الساعات؟ المديريه الاقليميه اش كدير؟ كترسل لي مراسله كتقول لي درء الشبهه ودرء كذا مزبي، ماشي طرد لك ماشي والو، كنحبسوك من الخدمه حتى البوليس حتى الجمهور، وهذا راه خصو يدير لي، خاص هذاك حياد يقول لك انا غنخرج لان جوج قياديين معايا خصي يقدم استقالتي اخلاقيا. ورئيس الجهه يقول لك بلاتي انا المتهم بريء حتى تثبت الى ادانته، ولكن خليني نحيد ندافع باش ندافع من حيد. المهم نرجعوا لهذا الشيء ديال التعليم، هادشي ديال التعليم هي ملفات تراكمت، ملفات تراكمت لسنوات وسنوات وسنوات وما تحقق فيها الشيء. واليوم انا غير تقريبا مره قوس نجيو علينا انا قوس قلتي لي قبيلات شنو استفدنا من غزه؟ نقول لك واحد الحاجه ثق بيا، وانا كل المسيرات حضرت فيها، كل المسيرات ديال التعليم حضرت فيها، واخره المسيره ديال البارح. راجل كبير من النجاح ديال المسيره في هذه المعركه الدرس ديال غزه. علاش؟ حيت رجال التعليم دابا كيجلسوا بعضياتنا كيقول لك قطعوا لنا من الاجره، قطعوا لي انا 4300 درهم، كتقول لك وشوف اصاحبي وشوف فلسطين، شوف فلسطيني وقتلوا لباهم ومراته وعشرين ولد وعمام وريبوا للدار، ورغم ذلك كيدافع على كرامته، حتى حيدوا لك 4000 درهم. 8 سنين في اليمن ما كيتخلصوش الموظفين، 8 سنوات. انا كنقول انا كنقول مع راسي ربما لولا هذه الاحداث اللي كاينه المؤلمة في قطاع غزة وهذا الصمود البطولي ما كانش يكون هذا الصمود البطولي لا خليني نسولك السي جمال، عاود لي الحكومة خصهاش نظلموها بزاف. قول وهذه الحكومة هذه دابا هذا السي بغيتي ولا كرهتي، قول عني كما تيقولوا ديك الأغنية، قول عني ما تقول. عطيني شي رئيس حكومة في تاريخ المغرب كان في هذا السخاء مع قطاع التعليم، 1500 درهم 2500 درهم، عشرات المليار ديال الدرهم في ظرفية اقتصادية صعبة جدا. أوكي. جدا، لا من حيث الجفاف اليوم وخطورته، لا من حيث هادشي ديال الزلزال، لا من حيث هادشي ديال البطاله، لا من حيث غلاء الموارد الاوليه، وعاد الاوراق المفتوحه اللي مفتوحه. هالحمايه الاجتماعيه خصك ما توجد ليها، خصك توجد هادشي ديال الموت التداعيات ديالو، تنظيم ديال كاس العالم، كلشي باغي. اول حاجه هاد القضيه ديال 1500 درهم وسخاء بين قوسين قصد تطرى عليها علامات استفهام كبيره، لان غير قبل رجال التعليم، قبل رجال التعليم مجموعه ديال القطاعات، الاطباء، التعليم العالي، رجال الامن، زيدوا 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 زيدوا، الزيادات كانت زيادات صاروخيه، زيادات كلهم تزادلوا الا رجل التعليم 1500 درهم، وراه باقي ما شدينا حتى ريال، وما كاينش هذا 1500 درهم تشدوها حقا ولا باقي ما كايناش تقدم تشدوا واه الصبر يردوا لنا فلوسنا اللي قطعوا لنا 13 مليار اللي قطعوا لنا دابا مزيد شحال تقطعت دابا 13 مليار من فوقاش حسبتوها هذا الاقتطاع ديال هذا الشهر حنا قطعنا غير هذا الشهر ديال رجال التعليم شحال داوكم 13 مليار هاد 13 مليار راه هي دابا هاد 1500 درهم شحال يبغوا لكم الدخل دابا هاد 750 درهم اللي قالوا يزيدوهم لنا هذا العام انا تقطعت لي 4300 درهم هاد الشهر تقطعت لي 4300 درهم اش خلاو لك؟ اش خلاو لي؟ خلاو لي الثلث مشات الثلثين مشات شي 11
انا اوريشيل 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 12000 درهم 13000 درهم وقلت 13000 درهم ها الماندا ديالي باينه. دابا انت امين عام ديال اييه مع كل احترام لك عرفتي ملي كتقول امين عام كان دابا كتجيني بالي عند البيلات لا امين عام اخنوش امين عام نزار بركه الامين العام للحزب ديال الشجر حتى دابا امين عام كنتصورك عندك واحد 7 المليون وعندك شي 20 دابا عندك 12000 درهم في الشهر 13000 درهم فاصله شي حاجه بالضبط داتك الحكومه 4000 درهم 4300 درهم يعني حلقة الأمانة يعني من العام قاتلو 8000 شي حاجة دابا لا جاوبوا تعشوا عندك شي أمور لا رقبوا لا رقبوا في سارة لا كنضحكوا الدنيا هذه الدنيا الإنسان قوته الدنيا الدنيا كنقول لك الآن هاد الوقت يمشي معك في الحساب هاد 750 درهم اللي قالوا عايزيدوا لنا هاد 750 درهم اللي عايزيدوا راه هي عام ديال هاد الاقتطاع ديالك عام الآن المشكل اللي لا عفاك السي جمال هاد الرقم خلعني الاقتطاع داو لكم 13 مليار 13 مليار شفتوا ادير راسك يحسب هاد رجال التعليم كل واحد ديال غير المتوسط راه حنا 100 شو شحال ديال دي غير المتوسط ديال 1000 درهم واحسبها شو شحال غير المتوسط هذه الحكومه رابحه بهذا الاضراب الله يودي ها الله يودي كاع ما تقراو شوف الدوله الا كان شي واحد الا كان شي واحد رابح من هاد الاضرابات رابح من هاد الاضرابات هي الدوله فاش رابحه جوج بزاف ديال الحوايج نشوفوها بعيده اعطيني اول حاجه رابحه بانها ناجحه في معركتها معركه تدمير المدرسه العموميه هي تريد تدمير المدرسه العموميه وحرب المدرسه العموميه مشنونه منذ سنوات لا انا نزيدك وهي تحاول هذا حسابات الدوله تحاول تشجيع وتقويه القطاع الخاص القطاع الخاص دابا الدوله اسمح لي كدير راسها راه كتحل المشاكل والمشكله معاه وهي بديك عا خدعه وهي بحال انها باغيه تدمر المؤسسه العموميه دابا غير هاد المشاكل دابا هاد المشاكل اللي كنقولوا خدعه خدعه راه فعلا دابا هاد نظام التعاقد مثلا النظام ديال التعاقد الذي نرفضه ورفضناه منذ اقراره في 2016 ها كل مره كتلعب في السميه حنا حيدناه ستة المرات ولا سبعة المرات هي الحكومة كتقول لك حيدنا نظام التعاقد ومازال مستمرة كتغير عن السمية فين هي؟ راه كل مرة آخرها الخرجة الأخيرة ديال مسؤول الموارد البشرية قال لك راه الحكومة والدولة السابقة راه كانت خطأت وحنا راه كل سنة كل سنة حنا حيدناه درنا النظام المتعاقد نظام الأطر الأكاديمية نظام موظف المعادة نظام الله يا ودي كاينة حاجة واحدة إما كاين نظام التعاقد إما ما كاينش كاين دابا بيان سير كاين لان سير النظام الاساسي اسمح لي كيفاش مسؤولين كيقدوا يقولوا هاد الكلام حشومه اخلاقيه قدام الراي العام كيفاش زعما اشوف المشكله اللي عندنا حنا المشكله اللي عندنا عندنا جوج عندنا هاد ربط المسؤوليه المحاسبه المحاسبه ما كايناش ربط المسؤوليه بالمحاسبه ما كايناش شوف معايا السي حمداوي هادي سنوات وكل مره كيجي اصلاح ديال التعليم وكيقولوا بان الاصلاح فشل الاصلاح فشل ملي كيفشل الاصلاح ديال التعليم شي اصلاح من التعليم راه ما كتخسرش الشركه ما كيخسرش المجال ولا تخسر هذه راه خسرتي جيل والمفروض شنو هي خصك تحاسب المسؤولين حيت انت عندك شركه وفشلوا لك المسؤولين في الشركه وقلت لهم شنو لي راه خصك تحاسبهم اما نحس سمعنا شي محاسبه ديال الناس بل اكثر من ذلك المسؤولين في الإدارة ديال التعليم اللي كيسميهم سامة الميدا راه عقودهم المسؤولين كيمشي يزير ويجي يزير كيمشي يزير ويزير ولكن كتاب العامين والناس اللي شاد الإدارة هما المفروض خصهم محاسبة انتم خصكم تحاسبوا لأنكم عندما تقول فشل هذا المشروع ما فشلش مشروع راه فشلت أجيال راه أجيال مشات صحيح راه أجيال مشات الآن في هذا الشيء ديال التعليم اللي وقع الآن واش حنا ما كنضروش راه رجل التعليم اكبر متضرر لان حنا ولادنا راه حنا كنضروا على جوج حوايج على ابنائنا البيولوجيين ولادنا حتى حنا فين كنقريو في المدرسه العموميه انا عندي وليدات يقراو في المدرسه العموميه ولدك فين كيقرا قراو في جوج عندي ثلاثه وليدات قراو جوج هما كبار وحده باقا صغيره في المدرسه العموميه عاود لي هذه عافاك انا عندي ثلاثه وليدات لا عافاك حيت هذه من التهم اللي كتوجه لكم وهم انت امين عام ديال الحزب امين وعامل حزب واوريشيل ياك نعم ومرتك استاذه ياك نعم ولادك فين كتقريهم المدرسه العموميه انا ولدي وبنتي قراو في المدرسه العموميه وفي الجامعه العموميه ايوا حنا كنقولوا الدفاع عن المدرسه العموميه الدفاع عن المدرسه العموميه المشكله هذه الدوله لا تريد هذه المدرسه تريد القضاء مع العلم ان في ازمه كورونا ما لقاش القطاع الخاص لقات المدرسه العموميه انا كنقول حنا قلبنا كيتالم
على جوج، على أبنائنا البيولوجيين وعلى أبنائنا بين قوسين. أنقولش بالتبني، أبنائنا الحقيقيين اللي في القسم. أيوة دخلوا تقريوا الناس. أيوة لكن كم فرسك واحد. هك هك فرق 1500 درهم. فرسك واحد القضية. ديك اللحظات اللي ما كندخلش الإضراب كندخل عند التلامذة. كنقول لهم هاد الأساتذة باس لينا الأساتذة كم خصنا. التلامذة كيقول لك لا أستاذ، هادو التلامذة كيقولوا الآباء. حنا بغينا الأستاذ الكرامة. لأن واحد اللي ما عندوش الكرامة ما يعطيش الكرامة. فاقد الشيء لا يعطيه. ما بغيش يقرأ وصافي. لا تظن ذلك، لا أظن ذلك ولا تظن ذلك. نعطيك واحد نعطيك واحد الحاجة غريبة شوية. نهار الخميس كانت والبارحتين كانت مسيرة في طنجة وكانوا في وقفة ومجموعة ديال الناس داروا خصنا نديروا وقفة ديال الآباء. وقفة دعوا جمعية الآباء إلى وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للدفاع عن حقوق الأبناء وجاو وكانوا كينتظروا الصراع. شنو وقع؟ الآباء كلهم اللي جاوا الوقفة انضموا لمسيرة التلاميذ الأساتذة ورفعوا الشعار مع الأساتذة. لأن المجتمع المغربي، لأن إحنا ولاد المجتمع المغربي، إحنا ولاد المجتمع المغربي، هاد الأساتذة والمعلمين والمفتشين والإداريين من وين جايين؟ راه ولاد هاد، راه في الشعب، راه احنا في اتصال يومي لان احنا ولاد الشعب لا ولا لهم. هما كيقول لك ما تقومون به معركه الان. المشكله ولكن شكون كيهرس هذه المعركه؟ بلاتي سي جمال. نعم. الحكومه دابا دوينا وجاي الحكومه. نعم. يعني وعدتكم تجميد هذا النظام الاساسي، قدمت هذا العرض المالي اللي وصفوه اوساط عديده بانه عرض مغري ولا سابقه له، وانت جالس معايا انا حكومه كذابه. دابا جالسون تفهموا حكومه كتكذب، حكومه كذابه كذابه. أول حاجة في كل شيء، في كل اتفاقياتها. أعطيني نعطيك مثال بسيط. اتفاقية 18 يناير، اتفاقية 18 يناير لقوى النقابة في خمسة، أنا كنقول خمسة ماشي أربعة، بخمسة وقعوها. وحنا ديك الساعة كاشتراكي موحد أدلنا هذا الاتفاق وسميناه اتفاق الاستسلام، وقلنا اتفاق الذل والهوان، وقلنا الاتفاق الذي سيقضي على النقابات قلناها. وتعاقبنا على هذا الكلام اللي قلناه في الحزب الاشتراكي الموحد، وحاسبونا في المؤتمر السابع، المؤتمر الاخير للنقابه الوطنيه للتعليم، واللي انسحبنا منه لان قلنا هذا ماشي اتفاق. ذاك الاتفاق كانت مجموعه ديال الالتزامات التزمت فيها الدوله مع النقابات الخمسه، منها مثلا فتح الباب امام حمله الشواهد لتغيير الاطار ديالهم، وقالوا في اخر 18 يناير قالوا في شهر 6 غيخرج المباراه. دار شي مباراه؟ والو. غيروا شي اطار؟ والو. هذا اتفاق ديالهم. قالوا غنغيروا المشكله الدكاتره وغنحلوا الدكاتره لان ملف سهل والدوله في الوزاره والحكومه في حاجه الى دكاتره، في حين كذا غنحلوا المشكل ديال الدكاتره في التالي. حلوا شي مشكل ديال الدكاتره؟ والو. هذا في اتفاق 18 يناير، هذه التزامات وقعوها وقالوا في شهر وجاو 14 يناير عاودوا نفس الاتفاقيات. ودار نجيك اخر نكته، اخر نكته. نهار الجمعه 15 يناير خمسة جوجمبر وقعت، وكانوا كانوا عن تراجع على الاقتطاعات الى رجال التعليم المضربين مع القطاعوش ديال هذا الشهر اللي باقي عاد دخل المندا الى رجعوا للاقسام ياك. وجلسوا مع الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي الفنون، جلسوا معها في الحوار، كان الحوار الجمعه والسبت ومشات لديك المشاكل. ونهار اثنين كان رجال التعليم كنتفاجئوا بمراسله ديال الوزاره المدير الخزينة كتقول له اقتطع لهاد الناس. عرفتي يا سي حامد النهار اش توقعات؟ نهار 15 يناير. واه 15 جنبير. هو جالس مع الاف ان او، جالس كيحاور وكيقول ما عنديش الاقتطاعات لهذا الشهر، هو راه صيفط المراسله للمدير الخزينه كيقول له اقتطع عليهم. واش هذه دوله تثق فيها؟ واش هذا مسؤول تثق فيه؟ واش هذا ديال الثقه؟ هل شي واحد قرب معك انت هو داعيك السيد عقد داعيك؟ لا ولكن قلت عندي الكوارة مراسلها. ها المشكل اللي كيقولوا لك اللي كيعمر اللي كيقولوا لك رئيس الحكومة كيقول لك دير معنا النية. وراه المشكل ان هاد رجال التعليم هاد النية هي اللي خرجت عليهم. لا ماشي هي اللي خرجت، هي اللي خرجت على المسؤولين. علاش؟ النقابات بين قوسين اكثر تمثيلية، وفهمت هذيك التمثيلية كيما فهمتيها، فهمت التمثيلية ولا التمثيلية. هل الان كانت تظن ان رجال التعليم قضوا مع انتهوا من النضال شي حاجه سميتها النضال، وبان رجال التعليم ونساء التعليم اتكاليين وانهم ما بقاوش ينخرطوا في الصوره هذه؟ فبالتالي تاقوا بهذا الشيء وقالوا صافي راه رجال التعليم نوقعوا علاش ما بغينا داح. والوزاره حتى هي مشات رجال التعليم
مشى منهم الحسن النضال. رجال التعليم ولاو مقابلين غير راسهم ولاو مقابلين غير الاخبار والتكريديات، نساو شي حاجه، قطعوا شي حاجه مع النظام، دوزوا عليهم اللي بغينا حتى بوعوا. رجال التعليم كانوا تايقن في هذه النقابات، كانوا تايقن فيهم وعاطينهم. كان واحد الوقيته سمح لي صافي، حتى النقابات راه هابطين معاكم مع كامل، واخذ المعارك مع كامل، وكلوا العصا داروا مسيرات مع كامل، وكيتفاوضوا مع الحكومة وجابوا مكاسب مع النقابات. مع كامل للاسف، مع كامل للاسف، مع كامل للاسف نقولها وكنقولها داخل الحزب الاشتراكي الموحد، بان النقابات التعليميه لم تكن في مستوى اللحظه. النقابات لم تكن في شيء واحد. شوف ان تكن بجانب العضوات والاعضاء ديالكم منخرطين منخرطات. شنو النقابه؟ هي الدفاع على المصالح الماديه والمعنويه للمنخرطين ولاد الفئه اللي كنمثلها. مع كامل الاسف هذه النقابات وهي توقع وقعت في الحقيقه في اتفاقيه الاولى 18 يناير و14 يناير، وقعت على ما اصابها في مقتل. النقابات ما استفدتش من الدرس ديال التاريخ اللي عطانا التاريخ. شنو الدرس اللي عطانا التاريخ؟ وعطانا المهدي بن بركة في الاختيار الثوري ديالو، في النقد اللي دار، شنو هو؟ خص الوضوح المطالب وعدم الكولسة في الحوارات. النقابات وقعت على سرية التفاوض، سرية النقاش، او اللي سماوه تحت سمية مشاكلي التحفظ، حق التحفظ ولا يعني ما نخرجش الاخبار. وسنتين هما كيتحاوروا وكيتفاوضوا وكيخرجوا لنا كل نهار بلاغ خشبي ما فيهم يتعز، لدرجه ان النساء رجال التعليم اللي خرجوا البلاغات خاوي كيقول لك البلاغ، وهما كيديروا اتفاقيات وحنا ما فراسنا ما يتعاود كرجال التعليم. الان من يخرج الاتفاقيه قامت حالة تمرد وثورة في الأول، ماشي على الحكومة، ثورة وتمرد في الأول على النقابات. وحنا كنشوفوا التنسيقيات بداو يدعوا الإضرابات، راه الفروع المحلية والجهوية والمكاتب المحلية والجهوية ديال هاد النقابات أصبحت تدعو الإضرابات. بل أكثر من ذلك، حتى هاد النقابات ملي دعت قواعدها ودعتهم في شهر نوفمبر إلى الكف عن الإضرابات والعودة إلى الأقصاب، رجع شي واحد؟ حتى القواعد ديالهم، حتى قواعدهم ما رجعوش، حتى قياداتهم ما رجعوش. ما كتحاور الحكومه اذا مع راسها، كتحاور مع النقابات. والمشكله ان ولكن بعض المنطقه تقول لي حتى قواعد ما كيسمعونا الحكومه عم جالسه دابا مع النقابات، كتقول لك الاكثر تمثيليه. وفين هما قواعد المفروض الان امام هذا الوضع؟ كون كنا في دوله ديمقراطيه المفروض امام هذا الوضع خص اول حاجه اعاده انتخابات اللجان الثنائيه، خص إعادة انتخاب اللجان الثنائية، لأن هذه النقابات فقدت تمثيليتها، فقدت شرعيتها التمثيلية القانونية، شرعيتها، لأن ما بقى، لأن القواعد في واد، أنت كتمثل هذه القواعد، القواعد في واد وأنت في واد آخر. قواعد في واد وأنت في واد آخر، شنو غنقولوا؟ شنو غنقولوا؟ التهمة اللي خرجت ديال أنهم كانوا كيحرضوا قواعدهم ولا هما من غير سين وسط التنسيقيات، وكيصيفطوا لهم دي اس ام اس تيقول لهم ديروا الاضراب في اللحظه اللي كانوا الاخرين جالسين. شوف انا هاد نظريات المؤامره والنظريات هكا ما كنبغيش ندخل فيها. شويش داك الشيء غير ما كنبغيش ندخل فيها. انا من القواعد التعليميه، نساء ورجال التعليم، وانا كنقولها من واحد ماشي متفرغ بعيد، راه كاين اللي متفرغين قيادات نقابيه متفرغ. انا واحد اللي يوميه في الثانويه خدام وقاس كنجي ونحضر ونمشي، بان نساء ورجال التعليم قالوا جاء الوقت وحان الوقت للدفاع عن كرامتنا، للدفاع عن كرامتنا وللدفاع عن مطالبنا العادله والمشروعه. وثيق بيا كاين فيها مخاطر السي جمال، اكيد ما كاينش حاجه دراسي قرابي دابا الدراري كيفاش؟ اييه وهذا السؤال اللي تسولوا لي انا، واخا هذا السؤال اللي تسولوا لي انا ما تسولوش الحكومه المفروض قدام هذه الازمه. لا توقف زعما علاش انتم انانيين؟ علاش انا معك المادي وما حسيتش وعندك 5000 درهم و7000 وولاد 8 درهم ما فقدش هاد ولاد المغاربه؟ هذوك انا مش مغربي، راه ولادي، هذوك راه عندك ولادي السي حميد، هذاك راه ولادي ما تقريهمش وجالس وغتخلص وغتقول هذوك راه غتخلص وانت قال هذوك راه ولادي. تقوليش هذيك ولادي وهذيك مدرستي. انا كنقول لك كان الحكومه تحترم نفسها تقدم استقالتها امام هذه الازمه، بيان في ازمه خانقه ما عمرها كانت تديرها، ازمه
تاريخيه بالمعنى الحقيقي، ماشي يعني ما يسحب واحد كيجي يقول لك ازمه تاريخيه، ازمه تاريخيه بالمعنى الحقيقي لم يسبق التاريخ المغربي. ولكن السي اخرج قال بحال قال ازمه التعليم سهله، والسي وهبي قال هذه ماشي غزوه بدر ماشي ثوره بوضويه، قال غير عادي هادشي. لا اذا عادي علاش كيقول لنا 8 مليون ديال التلاميذ خارج المدرسه؟ اذا عادي عندهم شتي 8 مليون. نقول لك اللي قال بحر رئيس حكومه قال بالنسبه للتعليم هذه قضيتها سهله. هادشي ديال التعليم سهل، اللي صعيب هو اللي جاي. وهبي قال بالحرف قال هذه ماشي ثوره بوضويه، هذه ماشي غزوه بدر. اذا هذه امر عادي عندهم 8. اذا لهذا احنا كنحملوا داخل الحزب الاشتراكي الموحد، حملنا المسؤوليه ونحملها للدوله والحكومه المغربيه التي فشلت في تدبير منذ عقود، فشلت في تدبير التعليم، وفشلت في بناء مدرسه عموميه حقيقيه، فشلت. لو لكون هذه الازمه وقعت في دوله اخرى ديمقراطيه حقيقيه ماشي ديمقراطيه الوجيه، كان اول واحد غيقدم استقالته، اول واحد غيقدم استقالته وزير التعليم، اول واحد، وثاني واحد الحكومه، لان جوج دول اللي ما فيهمش التعليم، جوج مناطق ما فيهاش التعليم كما كيقولوا، قطاع غزه وكنعرفوا اش كاين، والمغرب. كيفاش؟ جوج دول اللي واقف فيهم التعليم، ما كيقراوش تلامذه. قطاع غزه والمغرب. قطاع غزه وكل شيء عارف الظروف ديالو، علاش؟ والمغرب. وهذه ماشي ازمه، هذه راه ازمه وطن، ازمه حقيقيه. المفروض على الدوله وعلى الوزاره ان تحاور وتجلس الى حوار حقيقي ومسؤول مع من؟ هما شويه عوزتك واحد 1500 تحط انت البيضه في الطاس، لا بغيت هذه وهذه بارك ادخل. سي حميد هاد 1500 راه اللي كتقول راه باقي ما كاين حتى شي 1500 بعدا، خاصك تشد عبد راه باقي ما كايناش. واش نخلص؟ راه ما كاينش هاد 1500 درهم، راه ما كايناش. باقي كيقول لك هاد 1500 درهم 750 درهم هاد العام وباقي ما دخلتش، و750 درهم العام الجاي راه باقي. وانت زير غير واحد الحاجه، رجال التعليم راه منذ 2011 اللي تزادت الوظيفه كلها، الموظفين المغرب كامل اللي تزاد له 2011 باقي ما عمرو تزاد له فرانك. ودير لي الله يعطيك السر، التضخم المالي، ارتفاع الاسعار، زياده في هذه. قول لي الان 200 درهم ديال 2011 واش هي 200 درهم ديال 2023؟ ماشي 2023. صبرينا السي جمال في الاضرابات. الاضرابات ماشي غايه، ماشي غايه، لم تكن غايتنا ولم تكون غايتنا. الاضرابات ممكن وقفها غدا، توقف الاضرابات غدا، توقف غير الحكومه تكون جاده. اول مطلب شنو هو؟ الوضوح، اعلان رسمي عن سحب هذا النظام المآسي اللي سماوه رجال التعليم نظام المآسي، ماشي نظام. هذا واحد زيد، هذا الاول السحب اللي كنقول الاول، هذا اولويه عندكم؟ اولويه اكثر من الفلوس. اكثر من الفلوس. اه دابا اللي كيظن بان الفلوس هو اكثر من الفلوس، سحب النظام هو الاول. النظام شوف، لكن هما كيعدلوا فيه، تيحيدوا المواد اللي كتقلقكم غادا. شوف هاد المسؤولين كيخاطبوا راسهم وكذبوا وصدقوها. اول ما خرج هذا النظام او في 20 شو تعمل ملي خرج النظام؟ طبلوا له وزمروا له. النقابات قالت ملي خرج؟ النقابات صمتت واحد الوحيده، وقبل ديك الشيء راه كانوا داروا جولات في المغرب، راه نظام رائع، راه نظام. هاد النقابات اللي قالت النقابات راه في الاول عجبها، في الاول قالت اتفقنا شي حاجه عجبانا ملي خرج النظام. ايوا ولكن ما قلتش. انا جاي ملي خرج النظام سكتوا التاريخ هذا. سكتوا، داروا الصمت. هذه نقطة مهمة بلاتي سكتوا. بصح انا استقبلت بعض الناس ومع احترامي لهم، دونك هما ملي خرج وشافوه سكتوا. وريني الدايرة اللي دني حتى خرج الحراك. حتى بدات الحراك التعليمي. بدا الحراك التعليمي وبدات المعارك، عاد خرجوا وراه ماشي هذا الشيء اللي اتفقنا عليه. الله يهدي. الله يهدي. انت من الاول سكتي، تخرجوا رجال ونساء التعليم كيقولوا اللهم هذا منكر، هذا قانون اشحاف، هذا قانون ديال العبوديه، هذا نظام يعود بنا الى العبود. نظام اللي جا فيه جوج حوايج، جا فيه العقوبات، ويلي شحال ديال العقوبات، وزياده المهام بحال الصحافه، وزياده المهام، استاذ ولا يدير كل شيء. من بعد ملي جا الرفض عاد تراجعات النقابات وقالت ماشي هذا الشيء اللي اتفقنا عليه. اسيدي باش عرفتوا ماشي هذا الشيء اللي اتفقتوا عليه؟ باش عرفتوا؟ المفروض عامين وانتم كنتوا كتناقشوا كنت تخرج لي تقول لي هاش علاش اتفقنا. صحيح. ما خرجتيليش. اذا باش خرجوا الناس. انا كنقول هاد النقابات حاجه واحده، خرجوا لنا النظام الاساسي اللي اتفقتوا عليه.
خرجوا لنا خرجوا عطيو لنا خرجاتو شي رقبه واخا الوقت هذه اتفقنا ماشي احنا اتفقنا على هذه خرجوا قول لي هذا جمال التقنيه يعني كي خمسه الاشخاص بغيت كلمه ولكن ما تطولش رجاء انتم راه اللي قلت لك فيه شي كلمه نبيله منيب كلمه ايقونه اليسار المغربي ايقونه اليسار المغربي مناضله صنعت رمزا للمرأة المغربية الصادقة المناضلة التي لا تهاب محمد الساسي كلمة محمد الساسي قبل 2011 ماشي محمد الساسي بعد 2011 مع الأسف الشديد عبد الله نبيل عبد الله نتمنى نبيل عبد الله أن يعيد التقدم الاشتراكي إلى المسار المسار ديال الحزب الشيوعي المغربي المسار ديال المناضلين الحقيقيين للحزب الشيوعي المغربي والتقدم والاشتراكيه يعود به الى المسار اليساري ادريس الشقر سون كومونتير سي الفيدرالي الزعيم كنت سال الاسم ديالو عبد السلام العزيز عبد السلام العزيز شفاه الله وعافاه الله يطول ايقونه ديال صح شفاه الله وعافاه ايقونه ولا لا مع المستوى اليساري الوزن ديالو والله يشافيه والله يعافيه والله والله يجمعكم والله يشاويكم والله يشافيه والله يعافيه والله يصفي قلوبكم كنشكرك السي جمال لا شكرا على وجهك نلقاك شي فرصه اخرى بحول الله بهذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء